انا كمواطن يعني اذا اجيتني من ناحيه التصويت مش راح اصوت على القائمه المشتركه، حتى كل القوائم العربيه بتستاهلش تصوت لها، لانه اليوم القائمة المشتركة في الانتخابات الماضية قدرت تحصد 15 مقعد، ممكن حسب رأيك هاي المرة يعني بعد ما تفككوا وصاروا قائمتين كمان يقدروا يحصدوا هذا العدد؟ يعني أنا أحكي لك الناس تعاطفت معهن بالفترة الانتخابات الماضية وقالوا يمكن يعملوا إشي، بس هن ما عملوش إشي كل هاي الفترة اللي صارت بالفترة الكنيسة اللي هي ما يعني الفترة بين كنيسة الانتخابات الأخيرة لليوم حتى برضو التفكك اللي صار، يعني هل هو إنه رسالة لإيش للمواطنين حسب رأيك؟ التفكك هو اللي سواه بيبي، لعب لعبته عشان يفكك القائمة المشتركة، اخذ حط حاول انه يحط منصور عباس تحت جناحه، وما يعني ما هذا اللي هذا الشيء اللي خلى القائمة المشتركة عشان ما ياخذوش الأكثرية، يعني يحصلوا على القليل 15 مقعد بالكنيسة. حسب رأيك يعني هيك سؤال أخير، يعني قديش ممكن يجمعوا مقاعد بهاي الانتخابات؟ ما فكرش يمكن ما ينطوش العشر مقاعد مع بعض، يعني القائمة مع بعض اللي بصير هذا الوضع اللي كانوا مشتركين مع بعض، كانت قبل فترة لما صاروا الناس تشجعت تصوت لأن متجمعين متوحدين مع بعض، إذا لما الموحدة طلعت من المشتركين وفي بعد شوية خلافات بقلب المشترك وبالاغلب انه بدنش يصوتوا العرب لانه كانوا ماشيين على شيء اسمه موحده مشتركه. اليوم ما فيش مشتركه وهذا كثير بنزل القائمه بالاصوات عندنا، يعني بين ما كانوا ماخذين 15 ممكن ما ياخذوش 4 على 5 اليوم. حسب رايك القائمه الموحده ممكن تعبر نسبه الحسم حسب رايك؟ الموحده ممكن، مش الحسم كله باخذه بس مش كيف لازم. يعني بقول لك انا بالسوق يعني الشارع العربي يعني كحركه اسلاميه باخده، اما مش الحسم لانه كمان الناس وضعها تغير من ناحيتين، لانه بيعملوش شيء اول شيء وكانوا 15 كرسي وفش شيء منهم، يعني مش عاملين شيء، واحنا بنصوت لهن عشان كمجتمع عربي يكون لنا صوت جوا الكنيسه. اليوم احنا بنطلع عليها ما فيش نتائج منهن. بيقولوا بيحكوا انه بنيامين نتنياهو يعني كل السياسيين بيحكي بقيم بحط، هذا مش المعنى انه هو نزلهن، هن بدعوا هذا الاشي على اساس يفرجوا خيبتهن، فاهم كيف؟ اما زيه زيهن هو، اذا هن قوى لازم تكون في شخصيات اللي تضلها ماشي على المشتركة. سؤال أخير، أنت راح تطلع وتصوت هاي المرة؟ أنا طبعاً بصوت، أما مش راح هاي المرة أصوت لأحزاب عربية. أنا غيرت اتجاهي، لأنه أنا فش حدا بكرة يحميني هون. إحنا كتير بالوضع الكورونا أكلناها على الآخر، فش حدا تطلع فينا غير نتنياهو. بالنسبة لي بترجع تقول احنا دولة ديمقراطية وحر كل واحد ايش يفتح اي مفلقات تبعته، واما بترجع تقول التنين عرب. حسب رأيك هذا الشيء ممكن يأثر عليهم انتخابات الإماركة مجتمعين جمعوا 15 مقعد؟ أكيد راح أأثر. تتوقع قديش اليوم يقدروا يجمعوا؟ إذا جمعوا 10 منيح، إذا جمعوا التنين 10 منيح. هذا الاشي بس مش ممكن انه يأثر سلبا على المواطن العربي انه التمثيل تبعه داخل الكنيسة يتقل؟ اكيد. اذا انت هيك يعني كلمة رسالة بتوجهها لاعضاء الكنيسة اليوم مع تقديم اللوائح شو بتحكي لهم؟ تقول يعني الحكومة بدها منا اشي والقائمة بدها منا اشي من الحكومة، فهمت علي؟ اذا هي ما خدتش مش راح تعطي.
اليوم انت بدك مني اشي بدك تعطيني، اذا ما اعطيتنيش بعطيكاش. بتحس انه لما اذا التمثيل لاعضاء الكنيسة العرب داخل الكنيسة قال نزل، هذا الاشي ممكن انه يأثر سلبا عليك كمواطن، انه ممكن انه تشعر انه ما عادش عندك هذا التمثيل القوي؟ لا لا لا، يعني العدد حسب رأيك مش مهم. انا بالنسبة لي راح تصوت انت في النهاية. نعم. ليه ما صوتش؟ هيك بيحكوا انه نتنياهو بالك يعني ينقصوا يا مقعدين مقعدين او ثلاثة اذا كل واحد بشد حال، اما مع بعض من احد الاسباب اللي ادت لانقسام المشتركة. انت بتشوف هيك؟ حتى لو كان مش لازم يصير هيك، مش لازم يعني، حتى لو نتنياهو هو السبب مش لازم يتباعد، ولازم يتحاببوا اكثر واكثر. حسب رأيك رايحين يجيبوا 15 مقعد كمان مرة؟ ان شاء الله بيجيبوا، بس انا ما مش عارف. صعب تحس القائمتين مع بعض يجيبوا 15 كمان مرة؟ تحس انه صعب الاشي؟ طبعا القائمتين اكتر، تكتل الاكتر بعمل. انت راح تصوت هاي الانتخابات؟ اكيد راح اصوت، معلوم كل اللي صار راح تصوت؟ معلوم لازم اصوت.